السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هون على اليوتيوب شانل وبنفتح نشوف شو بنعمل اليوم. و هاي في عندك دليفري من امازون. عندي دليفري من امازون وهدول الاشياء من فيسبوك ماسنجر. إذا هم كويس ولا هم سكام؟ ليتس ندور على هاي أول. هذا؟ يا هاي أول واحدة يلا شوي. يلا. أفتحها بالسكينة. أوه إشي جديد كمان. يا في كمان دليفري. في كمان دليفري كتير أشياء كلهم هلا كلهم دليفري. هلا. كمان واحدة هلا اجت نشوف شو هذا. طبعا احلى اشي في الدنيا الانبوكسنج صح؟ احلى اشي. هنعملكو ريفيو عن كل واحدة بس عنا اول اشي fast wireless charging pad and stand. هذا wireless charging stand. وكمان عندنا واو wireless earbuds. يلا نفتح واحد واحد. يلا فتحت هذا انت. اول شيء بدنا نفتح ال smartwatch. واو looks nice. في كارد على customer service شو كاتبين عليها؟ 7 days battery life. 7 days battery life. 5 meters water resistance. Android 5 or later. iOS 10 or later. Magnetic charge. Magnetic charge هون ممكن. هاي بس بتحطه هيك. Detach strips و rest waken. بس حلو شوف. حلو شكلها حلوة. شو جرب هذا بس بتحطه تحت. عندها بطارية. language 7 days battery. hello wow that's nice. yeah في footstep وفي شو فيها في calories footsteps. I think حلو حلو بس ما بعرف ليش ما نشوف نعملها بعدين ريفيو هلا بس هلا نشوف هذا. طيب هاي أول شغلة نشوف هلا سماعها بابورا وفي كمان هذا سبليتر عشان إذا بدك ال audio and audio and speaker audio and microphone in different one you get a splitter. وهون في two ports واحد USB واحد هيك. طلع هون في هذا بيعلي بوطي وفي هون بضوي بطفي المايك. واو تقدر تضوي وتطفي المايك. وين المايك؟ هون المايك. البسها شو؟ البسها good comfortable. شو صح. هلا نشوف الاوديو بس شويه.
يا بحكي لكم عن الريفيو بعدين. ونحط المايك ونفرجيكم، وكمان هلا بنعمل باور بانك. واو. طيب انا مش عارف ليش لحد الان الباور بانكس وكل هدول لسه بيستخدموا اليو اس بي العادي. طبعا هذا من السن بس شكله جود كواليتي صراحه. بيعمل سن باور و يو اس بي عادي. اي دونت نو ليش بيستخدموا اليو اس بي عادي، بطل في حدا يستخدم اليو اس بي العادي. anyway هو بيعمل شحن من السن. نشوفها هلا ونشوف نشحنها ونجربها، بس شكله فيش في باتري. anyway قديش هو؟ 10,000 ولا 20,000؟ هون انت شايف اشي؟ 26,800 ملي ام باتري. 26,000 يعني المفروض يشحن الموبايل العادي اللي 27,000 بيكوز يعني المفروض يشحن اقل اشي 7 مرات اي موبايل. اوكي هذا خلنا هون نشوفه، وهلا هذا شوفه. اوكي هذا الوايرلس تشارجينج ستاند. اوكي هذا انا بحبه ليش؟ لانه عادة بوقف الموبايل عليه. شايفين كيف؟ واو في كتير كيبل. برضه يو اس بي عادية، برضه يو اس بي عادية. اي دون نو نفس الحكي. مايكرو يو اس بي. مايكرو يو اس بي اللي هو البي هاي. وفي هاي هاي الستاند، هاي العادية اللي بتحط عليها بس. بس هاي اللي انا مهتم فيها تفتحها. اوكي؟ وبرضه معها 2 مايكرو USBs. اللي بعده هذا دول كار فاست تشارجر. هذا عشان السيارة تشوف اذا هو فاست تشارجنج ولا لا، بس هذا عشان تشارجنج بالسيارة. بس نرجع للسيارات. اوكي فيلز نايس يعني. اوكي هذا واحد مايكرو وواحد تايب سي. نو اثنين تايب سي. اثنين تايب سي. شوفوا هذا نيو تكنولوجي من اليو اس بي بورتس. هذا يو اس بي سي. عاده بتشوفوا اللي زي هذا يو اس بي عادي ل يو اس بي، هذا يو اس بي سي ل يو اس بي سي. فهذا يعني بدك تشتري له كمان كيبل، للاسف مش جاي معه كيبل. فاجين هنشوف كيف التشارجنج. المفروض هذا فاستر تشارجنج لانه بيعمل يو اس بي ل يو اس بي. هذا وايرلس ايربودز ونشوفها كمان. انا ادم بس بحب كب زباله. اوكي C8 هدول الانستركشنز، وهون الايربودز. هذا الكيس هيفي بس يعني هذا ما هو بالبطاري جوا. ميل الميل سيمبل. صح. واو صار في اشي. اي ثينك هذا قديش في تشارج بس. في كبستين هون بصير لايش. وهون الشارجر كمان. هذا مايكرو. هيك بس تفتحها هيك. وبرضه مايكرو يعني. anyway هذه ايش هاي؟ جواها ال هاوز ات واحد. هاوز ات فيلينج؟ يعني ما بوها؟ انا جود.
يعني بتحطها هيك بعملها تشارج. مفروض ولا بالغلط حاطينهم هم. يا ليفت رايت هيك. شو كان اليوم نايس داي. شكرا لكم، عملنا انبوكسينج بالصدفة لعدة شغلات مع بعض. نراكم في الحلقة القادمة لما نعمل ريفيو عليهم كلهم. نشوفهم على الحلقات الثانية ونشوفهم. باي باي. لا بدنا نعمل لهم سبسكرايب ولا ما بدهم؟ عشان يحضروا هدول. اعمل سبسكرايب على هذا الشانل عشان